طبعا عبه لاعب الكره الطائره والضريب الكبير بتاعنا والسنتر بلوك بتاعنا الاساسي في الطائره، الحقيقه عمل عمليه جراحيه لذلك كيس دهني، وانا يعني قابلته امبارح الحقيقه كان في التمرين، هو رجع الحمد لله التمرين، ولكن طبعا اكيد هنطمن عليه. ومعانا على الهاتف طبعا عبه لاعب النادي الاهلي الكبير والنجم الكبير. ازيك يا عبه؟ اخبار صحتك ايه؟ اخبارك انت ايه؟ والله الحمد لله تمام، كله تمام والله. طمنا عليك، يعني العمليه خدت وقت قد ايه؟ كان ايه تشخيصها؟ عملتها في التوقيت ده ليه؟ طمنا عليك يا عبه. والله يا كابتن هيثم، المشوار الكيس الدوني ده بقاله اكتر من سنه ونص معايا، وانا السنه اللي فاتت كان عندي الماتشات مع النادي، فكل ما كان الكيس الدوني ده يظهر فكنت يعني بكسل او باجله، لغايه لما خلصت مثلا الدوري وبعد كده دخلت في الدوري العالمي، كنت مستحمل كل ده بس عشان خاطر النادي، وبعد كده دخلت في المنتخب خلصت الدوري العالمي، وبعد كده قلت لما يجي لي التاني ان شاء الله هشيله. فبعد كده رحت قدمت ورقه ودخلت المستشفى، قالوا لازم يتشال. خلصت التمرين امبارح ورحت المستشفى المعلمين الساعه 11 بالليل، الدكتور شاله الحمد لله العمليه ما غابتش نص ساعه الا ربع، طلعت من الساعه الا ربع من العمليه فوقت كده يعني نص ساعه او ساعه ونص كده، والحمد لله بقيت احسن يعني. الحمد لله، الحمد لله على سلامتك. وانا شفتك امبارح في التمرين في الجيم، كنت مع طبعا اللعيبه. ده مش غريب عليك يا عبو، الرجوله دي يعني الرجوله دي بتبقى في البطاقه، يعني جينات بتبقى جوه الواحد، وانت يعني ما شاء الله عليك يعني لعيب راجل. والله الحمد لله ان انا موجود في النادي الاهلي، النادي الاهلي ده نادي كبير، وانا بتمنى ان انا على طول ابقى على طول موجود فيه واعمل كل اللي اقدر عليه واسعد جماهير النادي الاهلي. والحمد لله حاجه بسيطه يعني، يعني ان انا اجلت شويه بس ان احنا لسه في بدايه السنه، لسه الموسم ما ابتداش، فان شاء الله انا كنت قلت ان انا اعمل العمليه ديت عشان اتفضل منه يعني. ان شاء الله وباذن الله طبعا اكيد توقيت سليم، لان طبعا منافسات واقفه يا عبو، وان شاء الله تعود يعني احسن من الاول. اللاعب عبو لاعب او نجم فريق الكره الاول بالطائره بالنادي الاهلي. شكرا جزيلا والحمد لله على سلامتك، وده اللي عهدناك عليك لعيب راجل، لعيب بتادي برجوله، ما يعني دايما ما بتشتكيش زي ما بيقولوا، دايما بتدور ان انت تكون في الملعب وبتادي بكل رجوله. الف حمد لله على سلامتك يا عبو.